تحت شعار لنقض على الاستعمار تستمر فعالية الطبعة 17 لمهرجان السينما في الصحراء بمشاركة الجزائر كضيفة شرف هذه الطبعة إضافة إلى 6 دول. أعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 17 للمهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية في صحراء. البداية كانت بإعلان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي عن الانطلاق الرسمي للمهرجان متبوعا بالفيلم الجزائري ويني بيك للمخرج رابح سليماني. كان لنا شرف أنه يكون في فيلم الافتتاح لمهرجان في الصحراء. أنا الفيلم تعرض في المكان اللي تصنع فيه، المكان اللي تزاد فيه مع الشعب اللي الفيلم موجه ليه. المهرجان في هذه الطبعة الاستثنائية كان مناسبة سانحة لعديد النشطاء السياسيين لتمرير رسائل شعب كافح ولا يزال من أجل الحرية والنصر، بحضور قوي للمجتمع المدني والأسرة الفنية الإسبانية الداعمة للقضية الصحراوية.